مساكم الله بالخير والصحة والعافية والأمن والأمان والسلام يا رب على كل العراقيين. مثل ما تعرفون في بداية كل حلقة نأخذ ختام الحلقة الماضية واللي هو يكون سؤال أو استفسار. الحلقة الماضية كان استفسار من حسين سبهان، الدكتور حسين سبهان المدرب السابق لنادي الشرطة لكرة الطائرة، ذكر بأنه هو الأحق ويجب أن يكون الاستحقاق موجود بحصوله على بطل الدوري العراقي لكرة الطائرة بعد أن أثبت بالوثائق فريق البيشمركة قد زور لاعب إيراني في صفوف الفريق. هذا الأمر ما استمر كثيرا بعد صدور الأوراق والوثائق الكثيرة، ما استمر كثيرا وانتهى الأمر بفوز فريق البيشمركة وحصوله على درع الدوري. اتحاد اللعبة عزى الأمر بأن من تأخر بهذه القرارات هي إدارة نادي الشرطة، يجب أن تكون هي العازمة بقراراتها وتبقى تتابع المسألة حتى يكون هنالك اتخاذ أو إجراء لازم. بالإضافة إلى لم نصرح بأن فريق البيشمركة والشرطة يفوز الأول مناصفة، هذا كلام رئيس اتحاد كرة الطائرة. وللحديث أكثر على مسألة نادي الشرطة ينضمنا الآن الأستاذ علاء بحر العلوم أمير سر نادي الشرطة، حياك الله مساء الخير في برنامج خط الرياضة. أهلا بك حبيبي وشكرا على هاي الاستضافة وتحياتي لك والبرنامجك الكريم. شكرا لك أستاذ. الأستاذ حسين سبهان المدرب السابق لفريق الكرة الطائرة لنادي الشرطة، الموسم الماضي كان من المفروض أن يتوج بطلا بعد أن ثبت بالدليل القاطع بأن فريق البيشمركة قد زور لاعب إيراني وحصل على درع الدوري، واتحاد اللعبة يقول بأن فريق الشرطة لم يتابع المسألة بالإجراءات القانونية على الرغم من وجود كتاب من وزارة الداخلية يشير بأن اللاعب هو إيراني ولم يستحصل على الهوية العراقية، فما هو ردكم حول هذا المسألة؟ تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا تحياتنا للدكتور حسين سبهان، يعتبر من المدربين القديرين ونتشرف انه احنا ومثل نادينا مو هذا الموسم اللي قبل الموسم المقترن. احنا قدمنا جميع الثبوتات بالنسبه للاعب الايراني، ما نقول اللاعب العراقي. هم كانوا مصدرين له هويه من بعقوبه، من احوال بعقوبه. نعم. قدرنا نستحصل على هذه النسخه من الهويه واتبعنا جميع الاجراءات القانونيه وذهبنا الى مديريه الجنسيه العامه وجميع الكتب ذهبنا بها الى الاتحاد. والاتحاد ايضا بعث على نادي البيشمركه وبعث كممثل امين السر، كان امين السر وانا كنت موجود بالاتحاد وكان النقاش مفتوح، لكن ما اعرف يعني انا هسه دا اتفاجئ بهذا التصريح اللي صرح به الاتحاد. احنا نقول لهم كل الحب والتقدير والاحترام، هو نعم. اتحاد فعال واتحاد يعمل، لكن لا بالعكس كانت الهويه مزوره. طيب. وكان الشرطه احق، لكن لم يصدر الاتحاد اي قرار بالنسبه لكان الشرطه اول او البيشمركه اول. طيب هسه يعني افتهم من كلامك استاذ علاء بان الكره في ملعب الاتحاد وعلى الاتحاد ان يصدر القرار، الموسم هو ماضي والان الموسم هذا الجديد فاز به غاز الجنوب وايضا فريق البيشمركه وصل الى المباراه النهائيه كثاني على العراق في هذه البطوله، فما هو الاجراء الرسمي من قبل نادي الشرطه لاتخاذ اللازم وعوده الحق لحقه والاستحقاق لنادي الشرطه وان يصبح بطل للموسم الماضي ويكون الدكتور حسين سبهان هو المدرب الذي حصل على هذا اللقب؟ تفضل. تحياتنا طبعا جميع الفرق كلها تعبت وكلها صرفت وكلها وصلت الى مراحل متقدمه. طيب. احنا كان فريقنا قاب قوسين او ادنى بالوصول الى الاول والثاني، لكن تدري النتائج الغير جيده اللي كانت بنهايه الموسم بالتجمع الاخير هي اللي رجعت فريقنا الى المرتبه الثالثه. أنا سبق وقلت لك أنه إحنا كل الثبوتات وكل الأوراق الرسمية التي تثبت أنه هذا اللاعب هو إيراني الجنسية وليس عراقي الجنسية قدمناها للاتحاد وكنا ننتظر كتتويج أو ككتاب أنه يتوج نادي الشرطة، لكن الكرة نقول حاليا وسابقا نقول الكرة بملعب الاتحاد. ما أعرف، أنا قلت لك بدي أتفاجئ أنه هذا الكلام، أنا ما لأن حتى التلفزيون ماكو وللاسف ما شفت البرنامج اللي طلع به الدكتور حسين سبهان، لكن انا ما دام صار الكلام يعني بهذا الوضعيه انه انا بالعكس راح اذهب للاتحاد وراح اكون انه
يراجعون تصريحهم هذا. جميل. وجميع الاوراق الثبوتيه اللي موجوده بالاتحاد موجوده نسخه ايضا لدينا في نادي الشرطه، نقدر نقدم ملف كامل بهذا الخصوص وان شاء الله نشوف الرد من الاتحاد. الاستاذ علاء بحر العلوم، شكرا لك وشكرا للانضمام معنا في برنامج خط الرياضه، ويا رب ان تكون هنالك الامور ايجابيه ولا نعتمد على الامور السلبيه. القرار قراركم والامر الان اصبح في الكره، اصبحت الان في ملعب اتحاد اللعبه. للمعلومات فقط، شكرا لك طبعا وللانضمام، للمعلومات فقط بان هذا اللاعب هو يلعب بالمنتخب الايراني، لذلك لا يجوز له ان يشارك كلاعب عراقي في دوري محلي. حلقتنا لهذا اليوم راح نتكلم عن اللجنه الاولمبيه وما تحمله اللجنه الاولمبيه من قضايا وامور قد تخص البطوله الاسيويه القادمه التي لم يبقى على ابوابها الا اشهر قليله جدا. بصوت أثير باقر. يمكن للتطور ان يكون روحا ثانيه تنبثق منه رياح التغير نحو الاحسن، ولكن عندما تتهيئ الظروف الملائمه تحت طاوله عمل مشتركه من شانها أن تضعك في المقدمة. واقع يمر على الرياضة العراقية وبالتحديد حول الألعاب الأولمبية والمشاركة المنتظرة في جاكرتا من أجل إكمال سلسلة النجاح التي خاضها اللاعبون محليا، فوقع على عاتقهم بأن يكونوا منافسين بقوة من أجل اكتساب خبرات وتطوير الواقع المحلي. لكن ما يعيب هذا الأمر أن هذه المشاركة ربما تكون في طي النسيان وتمر مرور الكرام من دون رقيب نتيجة التخبط الواضح في اللجنة الأولمبية حيال هذا الموضوع، فجميع المشاركين لا يعلمون هل ستتم هذه البطولة وأن تكون المشاركة حاضرة حتى وإن تمت، فأين هي المعسكرات التدريبية وأين هو الدعم المعنوي لهذا المعترك؟ فيجب أن تكون هنالك خطة عمل مدروسة من كافة النواحي لأن لا يصبح وضع الفريق مبهم من صحة أو عدم المشاركة، فلا بد أن تكون هنالك وقفة جادة في حل هذه الأزمة قبل فوات الأوان. لبرنامج خط الرياضة أثير باقر. شكرا جزيلا لزميل أثير باقر لإعداد هذا التقرير، يتحدث عن عمل اللجنة الأولمبية في قادم الأيام والبطولات القادمة إضافة إلى البطولة الآسيوية. سيشاركني الحديث في الاستوديو الدكتورة إيمان صبيح، عضوة لجنة الخبراء في اللجنة الأولمبية العراقية. مرحبا دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا بك ومساء الخير على جمهورك. حياك الله وكل الهلا بيك. وايضا سيكون معنا الاستاذ رحيم الدراج اعلام اللجنه الاولمبيه، حياك الله. شكرا للاستضافه ومساء الخير عليك وعلى جمهورك. حياك الله. زين احنا ما ملتقين صار لنا فتره يعني. اكيد. لو بالبرنامج الصباحي لو خارج الدائره ما نلتقي. صحيح. بس انت تقول صديق هواي. اي صحيح بس يعني تعرف مشاكل العمل كثير. ان شاء الله يا رب ماكو اي مشاكل والامور تسير على تمام مثل ما ان شاء الله تسير حلقتنا على تمام بوجودكم ان شاء الله. دكتور نبدا الحديث مع حضرتك. لجنه الخبراء هنالك كلام كثير بان هنالك قانون يسمح للالعاب او اللجان ان تصبح اتحادات اذا مضى عليها سنه ونصف. هنالك شكاوي بانه لم اكو اتحاد او لجنه عفوا ما اصبحت اتحاد على الرغم من حصولها على بطولات خارجيه وبطولات داخلية، والقانون يقول بأن إذا نظمت بطولة داخلية تصبح اتحاد بطولة ناجحة، فما هو لجنة الخبراء ما هو رأيه بهذا الموضوع؟ هذا أكثر يعني. نعم يعني أنا ما أريد أجاوب صاحب الطلب لكن أنا أريد أجاوب المجتمع العراقي. يعني الكبادي أيضا هو جزء من عدة لجان قدمت إلى اللجنة الأولمبية. قدمت لجنة الكبادي وكثير من اللجان بعد 2003 أن تكون هناك اتحادات ضمن اللجنة الأولمبية. هناك قوانين وهناك أعراف داخل يعني مرافق اللجنة الأولمبية أنه اللجنة الأولمبية هي أصلا مسؤولة على الألعاب الأولمبية. كثير من الألعاب الشعبية دخلت هذا المرفق اللي هو اللجنة الأولمبية وحاولت أن ترمي فعالياتها في أروقة الأولمبية
كان من الأفضل كثير من اللجان تذهب إلى وزارة الشباب والرياضة اللي هي راعية لكل الألعاب الشعبية، ولكن أيضا استقبلت اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية هؤلاء المجاميع، لأن كان من المفروض أن يعني تستقبلهم وخصصت لهم يعني فايلات أنه يجب أن تكون هناك متطلبات أن يقدمها هذا المتقدم إلى هذا الفعالية، لكن أيضا هناك رؤية في لجنة الخبراء ورؤية للمكتب التنفيذي بأن يكون هناك تريث لهذه الفعاليات، لأن الرياضة العراقية في السنين الأخيرة مرت بأزمة مالية كبيرة، كان يعني لا تستطيع أن تضم إلى يعني فعالياتها فعاليات أخرى، وكذلك يعني حاولنا مرارا أن ندفع هذه يعني اللجان إلى وزارة الشباب، ولكن التعاملات كانت بطيئة جدا. في الحقيقة احنا نظمنا وقلنا لهم انه اللي يسوي هذه المتطلبات ممكن ان يصير اتحاد للمستقبل، ممكن ما يصير ممكن طبعا، ولكن من وجهتي الشخصية انه لكل لجنة ان تقدم ان يكون لها مو فقط ممارسين، أن تكون لها بنية تحتية، أن يكون لها نعم أولا بنية تحتية، ثانيا ممارسين بأعداد يعني لا ليس بقليلة على أن تمارس 10 أشخاص وتقول أنا لجنة ولازم بالضبط يجب أن يكون آلاف من أيضا أنا من الناس دخلت موضوع الجمهور، ما فائدة أنت تجيب ناسك وفعالية وما بها جمهور، اليوم الفعاليات تنعش المجتمع بجمهورها. طيب دكتور خلي أقطع كلامك يعني قبل أن أنتقل للأستاذ رحيم، أكو شروط وضوابط خاصة لأي لعبة جديدة ممكن أن تدخل؟ اليوم في فنلندا اخترعوا لعبة جديدة واعتبروها من ضمن اللجنة الأولمبية في فنلندا، وهي الطائرات اللاسلكية، سباق الطائرات اللاسلكية. العراق عازم أعرف يعني أشخاص بأنه يقدمون للجنة الأولمبية نفس النشاط الرياضي وتعالوا اعترفوا بينا كاتحاد، هل من الممكن ان تكون هنالك؟ شوف شوف يعني احنا بحاجه اليوم ان نضم العاب الكترونيه الى اللجنه الاولمبيه. اي راح اقول لك يعني اكو ذكرت الكبادي اكو بال 30 لجنه مقدمه، يعني الحمام الزاجل اللي يطيرون طيور صح مقدمين رياضه قديمه الـ الـ ايضا مثلا الدراجات الناريه السيارات يعني كثير اكو حتى فعاليات كره قدم مصغره يعني كثير من الفعاليات قدموا يعني قدموا كثير من الفعاليات، لكن ليس كل ما يعني ليش تخلون شروط تمنع اي واحد يبدا؟ لا لا هو شوف احنا نتمنى هذه الفعاليات تنتشر ويكون لها جمهور ويكون لها ممارسين وتاخذ موقعها، احنا مع الحركه مع النشاط الرياضي، لكن اللجنه الاولمبيه هي مسؤوله عن الاتحادات الاولمبيه بالدرجه الاولى، واللجنه الاولمبيه اي لجنه قدمت وهي في المستقبل يعني مو في المستقبل هي هناك لجان قدمت وهي اصلا اتحادات اولمبيه، هذه مشيت بطرق سليمه واصبحت يعني اكو اتحادين قره في اخر جمعيه عموميه واصبحت دكتوره ايش قد السقف؟ لا لا هو مو سقف أقول سنة ونص. لا لا هو مو زمن هو متطلبات متطلبات انا يعني انت راح تجي تقدم لي ورقه ورا سنه ونص سنتين راح اعطيك موافقه، ضمن هذه السنه ونص يجب ان تقيم دوري محلي وناجح بكل تفاصيله، هذا الدوري له متطلبات قلت لك اكو احنا قمنا دوري. لا الكبادي من انشط اللجان حقيقه، كبادي من انشط اللجان وشاركوا للخارج يعني اكثر اصلا لجنه الخبراء ساعدت الكبادي لنشاطها وخلتهم يشاركون خارجيا، وكابتن رعد حمودي دعمهم الى ابعد حدود يعني قدمنا لهم، ولكن اني اقول اللجنه الجديده التي تريد ان تصبح اتحاد لها مواصفات ومواصفات كبيره، واكو في اروقه اللجنه الاولمبيه وانا اقول لهم هذه يا ريت اهل اللجان يروحون يقدموها الى وزاره الشباب، لان هي اقرب الى نشر هذه الفعاليات وممكن يشاركون فيها يعني حتى خارجيا من خلال وزاره الشباب، لان هاي الانشطه مدعومه من وزاره الشباب. استاذ رحيم كلام الدكتوره حقيقه الي انا شخصيا عجبني، بانه اكو امور ما كنت فاهمها على الرغم من يعني بالإعلام
يعني قديم، مو هذه الامور طرق عليها، لكن الامور طرقت لها الدكتوره ما كنت في درايه لها. هذا يقع على عاتق من بمعرفه الاتحادات واللجان شنو الالها وشنو اللي عليها. اليوم اي واحد ممكن ان يجيب 5-6 اشخاص ويسوي له اتحاد ويقول انا يجب ان اكون اتحاد ضمن الاولمبيه. طبعا زميل يعني ما اقدر اضيف شيء على ما تفضلت به الدكتوره، يعني كلام واقع ومنطقي تقريبا. انا تضيف النقاط يعني انا عندي علم ما تحدثت به، ولكن اعتقد على اللجان ان تفكر في غير اللجنه الاولمبيه. اللجنه الاولمبيه هي راعيه رياضه الانجاز العالي، مسؤوله على الرياضه الاولمبيه. اعتقد ان هناك رياضات اولمبيه دكتوره ولا يعني ما قدروا يحصلون تواجد باللجنه الاولمبيه. هناك رياضات اولمبيه اعتقد الركبي صح اي وعن وايضا عنده مشاركات خارجيه. نعم لا هو هذا اتحاد اولمبي. نعم. فكيف باللجان؟ فانا يعني اتمنى مثل ما تفضل الدكتوره انه تتجه هاي اللجان الى وزاره الرياضه والشباب كمعنيه بهذه اللعبات الشعبيه. وذا كان جواب الوزاره بانه انت تابعين للجنه الاولمبيه؟ لا مكانكم مو يمنا. لا زميلي عهد احنا ممكن ندعم الوزارة. انا اعطيك جواب الوزارة لان اتصلنا بالوزارة. نعم. الوزارة تقول احنا ممكن ان ندعم هذه اللجنة بس مو ممكن ان نخليها ضمن سياسة. لا ضير يعني خلي تمارس نشاط هذه اللجان، ولكن اعتقد انه الوقت طويل لانضمام هذه اللجان تحت لواء اللجنة الاولمبية، لان تعرف اللجنة الاولمبية عندما تكثر هذه اللجان او الاتحادات، هي اللجنه حاليا اذا تمت الموافق عليها سيصبح اتحاد، وهذا الاتحاد يحتاج الى ميزانيه، والميزانيه تخصص وتقطع من باقي ميزانيات الاتحادات الرياضيه. صحيح. اعتقد انه هذا يسبب اشكال، وبالتالي موافقه انضمام هذه اللجان من عدمه مرهون ايضا ليس بمكتب التنفيذ وانما بالجمعيه العموميه اللجنه الاولمبيه، لان هي صاحبه القرار الاول والاخير. وخير دليل انه تم قبول اتحاد الكاراتيه والبيسبول كما اتوقع في الاتحادات الاولمبيه بالاجتماع الاخير اعضاء المكتب العفو الجمعيه العموميه للجنه الوطنيه العراقيه في فندق الرشيد. دكتور احسش بردانه؟ لا الحمد لله. يا رحيم برد. لا 20 لا جو مثالي حلو رائع. دكتوره الاعلاميين وبعض الرياضيين يعرفون شنو لجنه الخبراء، لكن البعض من المتابعين قد لا يعرف ما هو عمل اللجنه، يا ريت لو تعريف بسيط للجنه. شوف لجنه الخبراء بدات بخمس اشخاص واليوم هم 12 شخص. هذه اللجنه هي حاول المكتب التنفيذي ان يدب على عاتق هذه اللجنه كل ما يدور من الجانب الفني بالاتحادات. وحاولنا نساعد الاتحادات مرورا الى الدورات. تعرف اللجنه الاولمبيه هي مسؤوله على الدورات، الدوره العربيه، الدوره الاسلاميه، الدوره الاولمبيه، اليوم عندنا ايضا الدوره الاسيويه. فيجب ان تظهر اللجنه الاولمبيه بمستوى راقي بالمشاركه. وحاولنا من خلال هذه الثلاث سنين ان نقدم فرق تشارك باقل عدد ونحصل على افضل نتائج. يعني لجنه الخبراء هي لجنه تقييم؟ لا، هي لجنة يعني دراسة وتقييم. أولا مقابلة الاتحادات، ويعني الجانب الفني اللي يقوم به الاتحاد يعني من المشروع يعني السنوي، يعني منهاج السنوي للجانب الفني يناقش من قبل هذا. يعني كثير من الاتحادات وجهناهم بعدم مشاركة بالبطولات التي ليس لها تأثير على مستوى التصنيف العالمي الدولي. هناك نشاطات شجعنا بها الاتحادات أن يمرون بها، لأن هذه تعطيهم نقاط إلى أن يكونون في الأولمبيات بالمستقبل. هناك توجيه للاتحادات، وهناك أيضا متابعة لبعض الأبطال الذي يحتاجون إلى رعاية خاصة من الأولمبية، لأن الاتحاد قد تكون ميزانياتها لا تساعد أن توفر كل ما تريده إلى بعض اللاعبين بصراحة. طيب قدمت الأولمبية مساعدة بهذا الجانب. الحديث على اللاعبين، عندنا هذا السنة سنة 2018 هي فال خير على بناء الأجسام، من الشهر الواحد إلى هذا الشهر اللي احنا بيه حاليا حصلوا على 3 بطاقات احتراف. هذا اللاعب المحترف مثل الطالب بالابتدائية من يعبر مرحلة دراسية، يعني هو بالثالث ابتدائي ممكن رأسا يمتحن خامس ابتدائي، عبر هذه المرحلة مرحلة الرابع ما يعني من
يعني لا يسمح نهائيا ان يرجع يمتحن الرابع ويمتحن الخامس. هذا اللاعب اليوم طبعا تليفونك اللي دق للمعلومات، انا مسويته سايلنت يا جماعه حتى غاب المشاهد عبالي احنا تليفونك هذا. ايه اعتذر. لا لا ماكو مشكله بالعكس. اذا هاي اذا المكالمه لا 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 ما مهم، ان شاء الله ما مهم. ان شاء الله يا رب. دكتوره، هذا اللاعب اخذ كرت احتراف. نعم. كرت الاحتراف مو شرط ان يلعب اسيويه حتى يلعب بروفيشنال او انترناشونال، يعني راسا راح يلعب بطولات عالميه. نعم. الدعم لبناء الاجسام، كل لاعب يمكن ان يصرف على نفسه نحكيها بالعاميه دفتر 100 ورقه. بين التغذيه وبين هذه التخصيص المادي اللي موجود في بناء الاجسام ما يسمح لهذا اللاعب ان يصرف على نفسه هذه المبالغ كلها. وخير دليل في بطوله منغوليا الاسيويه الاخيره اللي اقيمت، جميع اللاعبين ذهبوا على حسابهم. شوف، بناء الأجسام احنا عندنا تاريخ فيه بالبطولات، يعني تاريخنا مشرق في بطولة بناء الأجسام، وعندنا مستويات رفيعة المستوى. ولكن اللجنة الأولمبية، على فكرة بناء الأجسام هو من الغير الأولمبية، غير الأولمبية، اللجنة الأولمبية دعمت بناء الأجسام على مدى تاريخ، على مدى تاريخ بناء الأجسام. يعني ما عافت بناء الأجسام، داعمته. ولكن أيضا يحاسب المكتب التنفيذي حتى في هذا الموضوع، أنه الدعم يجب أن يكون محدود لهذه الاتحادات. اتحادات بناء أو غير محدود؟ لا لا محدود. ليش؟ لأن أولا هو راعي، هو غير أولمبي، غير مسؤول عنه، هو راعي. وهذه الاتحادات، هذه اتحادات يجب أن يكون عندها تسويق، يجب أن يكون عندها يعني متبرعين لهذه النشاطات. على الاتحاد أن يكون يعني بمستوى مسؤولية الإنجاز، وأن ينشر الفعالية بحيث يكون لها مردود مادي يستفاد منه اللاعب. اليوم أنت كخبيرة شنو رأيك؟ فد مثال خلي نستعين به. أنا أتذكر أني طفلة كنت يعني حتى أعرف الأسماء مال اللاعبين بناء الأجسام وجمهور بناء الأجسام. يعني التسويق شنو اللي يكون حتى يكون بمردود مادي؟ أولا البطولات، حتى ريع البطولات يجب أن يكون مردودة إلى اللاعب. طيب. هناك شركات دعاية وإعلان، هناك شركات لما تقول أنت هسه أصبحوا على مستوى دولي، المستوى الدولي أيضا يرعى هذه البطولات. فتعويل اتحاد بناء الأجسام ماديا على اللجنة الأولمبية سيكون ضعيف. أنا أقول لهم حاليا يعني راح أكو دعم، راح يستمر الدعم أكيد، لكن مو مثل ما هم يتوقعوا، أولا لأن هم اتحاد غير أولمبي، ثانيا الاتحادات الأولمبية اليوم هي ما لاقية دعم بالرقم اللي أنت تقوله للاعبين. صحيح. يعني عدنان طعيس أيضا عندنا بطل آسيا يعاني حتى يحصل معسكر في مكان ما، اللي هو إنجازاته تحسب إلى اللجنة الأولمبية، واليوم هو حاليا مشارك بمعسكر والمفروض يشارك بهذه البطولة. فالمبالغ الكبيرة يعني راح تعيق المساعدة صراحة. خلينا نكون واقعيين وعقلانيين. هذا الواقع اللي نتحدث فيه دكتورة. على الاتحاد أن يسوي خطة يعني خاصة به، لا يعتمد فقط على اللجنة الأولمبية، هناك وزارة، هناك يعني ايضا يعني حكومه محليه، مثل ما سوت البارالومبي، هناك ايضا حتى التوجه الى الدوله باخذ يعني دعم لا تمانع اللجنه الاولمبيه. هذا اللي نتمناه. طبعا بالمناسبه هؤلاء اللاعبين قد يكون هذا الامر ايجابي او سلبي بنفس الوقت، لان هم اليوم عبروا مرحله من البطولات ووصلوا الى البروفيشنال. يعني هذه البطولات قد تكون اعلى من يومهم، وقد تكون أكبر بالنسبة لهؤلاء اللاعبين، ما خاضوا بطولات، وهذه أول بطولة. بالمناسبة من ضمن اللاعبين أول بطولة يخوضها هي في منغوليا وحصل على كرت احتراف، يعني هذا شيء جميل، لكن قد يكون سلبي بالنسبة إليه، لأن راح يواجه لاعبين مارسوا هذه اللعبة منذ سنين. نتمنى أن يكون هنالك دعم مثل ما تحدثت الدكتورة، لكن تعقيب قصير جدا. هناك بعض المدربين دائما يعاتبونه، ليش ما تستضافونه حتى لو باتصال هاتفي في برنامجكم؟ نريد نتكلم على امور كثيره، ومن ضمن هذه الاسماء هو طارق الحلو، مدرب منتخب العراق للملاكمه. طارق الحلو، الاتصال كان معاك من يوم امس، وكنا متوقعين راح يكون تليفونك مفتوح.
لكن رسالة جتني من عندك قبل البرنامج بأنه ما تستطيع المشاركة بالبرنامج. أستاذ رحيم ما يستطيع المشاركة طارق الحلو لأنه ما يريد يزعل ناس على ناس. هاي مشكلة واقعنا الرياضي. طبعا أكيد هاي المشكلة يعني موجودة بكل الاتحادات. زميل عهد، شوف الرياضة العراقية هي جزء من منظومة. تعرف منظومة الدولة، وهاي الرياضة تحتاج إلى دعم، لأن عصب الإنجاز هو توفر الأموال. نعم. الأموال حقيقة شحيحة لا تلبي طموحات الرياضيين، طموحات الإعداد، وبالتالي دائما ما تجد المشاركات العراقية يعني صعب أن تحصل فيها على الإنجاز. على الإنجاز. عفوا، وها خير دليل في المشاركات الأخيرة، إن كانت التضامن أو تركمانستان للصالات أو الشافعية. سؤالي يختلف على المشاركات. نعم. دائما يطلبون أن يكونون حتى لو باتصال هاتفي، ومن ثم يتم الاعتذار حتى ما يزعل فلان على فلان. يعني هذا واقع رياضي؟ لا، أعتقد أنه هذا هروب من الواقع. من لا يستطيع أن يتحدث أمام وسائل الإعلام لكشف ما مخفي، لأن تعرف أنه اتحادات أسرار. يتمنى إحنا كل واحد يعني عنده مشكلة إن كانت في أي اتحاد أن تطرح على وسائل الإعلام. طيب أنطيك سر بسيط بالنسبة لهذا الاتحاد، اتحاد الملاكمة. نعم. مدربين للمنتخب يروحون بالمعسكر التدريبي، وغير مدربين يروحون بالبطولة. أنا ما سامع هذا الأمور، يعني أول مرة أسمعها بالعراق. يرحم دكتورة. دكتورة، هذا السؤال أعتقد لكم لجنة الخبراء. شوف، أولاً لو ثبت هذا الأمر يكون هنالك مسألة قانونية، مدرب يروح بالمعسكر ومن ثم يعود يروح غير مدرب بالبطولة. زين، وين مسألة التعايش؟ شوف، راح نستغل هذا الموضوع احنا حتى نحصل على أمر إيفاد. أنا مدرب بعدين أصير رائد رياضي. جميل. هذا موجود. طيب. زين، واليوم لجنة الخبراء من قبل أكثر من سنة قدمنا موضوع لتقييم أو تصنيف المدربين بكل الاتحادات حتى لا نقع بالواقع اللي مدربنا ما يقدر يصعد ويه لاعبه على الحلبة. نعم. زين، لأن لم يملك التصنيف اللي أهل أن يكون. ونستعين بمدرب آخر. جواب على الاتحادات. نعم. على الاتحادات. ليش ما راح أبو الشهادة وهذا؟ على الاتحادات أن ترفع من مستوى مدربيها وأن تحاسب الاتحادات. نعم. من قبل اللجنة الأولمبية. على كل من يذهب كمدرب بدون حاصل على دورات تدريبية أهل للمشاركة. طيب، هل يجوز يعني مدرب يذهب بمعسكر؟ ليش ما من الأول أخلي هذا المدرب الحائز على الجهة؟ هسه احنا ما نعرف شنو يعني هذه، لأن نعتبره مثال. لا، أنا بألعاب القوى، بألعاب الفردية. الألعاب الفردية يمكن كل لاعب لاعبين على مدرب. على مدرب. زين، أنا من الناس مرة يعني مدربي ما راح وياي بالمعسكر، راح غير مدرب، ومدربي راح وياي للبطولة. لظروف خاصة؟ لا لا، لأن مثلا المدرب اللي راح ما يقدرون يدزون كل المدربين بالمعسكر. طيب. فدزوا المدرب مال اللاعبين الآخرين، هم اثنين هم مدربين ناجحين. أوكي. أوكي. زين، ومدربين حقيقيين للاعبين، ولكن الموقع لا يتحمل، يعني ما نقدر ندز 10 لاعبين ويا فريق، لان كل لاعبين اثنين لمدرب. ندز. طيب. بالمعسكر المدربين وبالبطوله المدرب الاخر. تحدث عندما تكون هي حقيقيه ولمصلحه الفريق. يعني لان اكو مدرب يمكن الممرن من عند المنهاج ويروح بالمعسكر افضل من المدرب. المدرب احتاجه بالتكتيك بالبطوله. يعني فاكو تكتيك من كلامك يرهم الموضوع. يرهم عندما يكون مخطط له صح بدون أن نستغل الموضوع لأمور شخصية. يعني على أنه المدربين اللي رايحين بالمعسكر معتمدين من الاتحاد وأصحاب إنجاز، واللي يروح بالبطولة أيضا كان معتمد. أنا دكتورة، هذا يعني أعتقد يعني زميل عهد يتحدث عن قضية حدثت بالريو من ذهب المدرب الكازاخستان، أعتقد مدرب الملاكمة، وبعدين استغنوا عن. أنا حدثتك في الواقع الحالي. نعم، يعني هي نعم هاي الحادثة صارت. مدرب لا يمتلك الشهادة التي تؤهله للجلوس في الحلبة. طيب، إحنا اليوم نمر بهذه المسألة. اليوم عندنا إنجاز للملاكمة واستحقاق قريب. هذا الاستحقاق اليوم مدرب يذهب بمعسكر تدريبي لإرضاء مدرب، ومدرب آخر يذهب في البطولة لإرضاء مدرب آخر.
هنا مسألة التعايش بين المدرب وبين اللاعب انفقدت اليوم. إذا مو المدرب نفسه يعرف هذا اللاعب، يعني طارق الحلو متبني لاعب سجاد، يعني متبني رياضيا، عذرا يعني لهذه الكلمة، متبني رياضيا، فهو معاه هذا اللاعب من هو صغير. ممكن طارق الحلو ما راح يشارك في المعسكر، ممكن يشارك في البطولة. إذا كان هناك مدرب آخر، يعني حتى إذا هو سوى المدرب، يعني نعم. هذه ثقافة إنه أنا ما أنطي اللاعب مادي هم يعني يجب أن نتخلى عنها. يعني إذا أكو مدرب آخر رايح ويا المتقدمين واللاعب مادي هسه صعد، ما معقولة أنا أخذ كل المدربين. أكيد يجب أن يكون هناك مدربين معتمدين بكل اتحاد نثق بهم بالتعامل من الناحية القانون عندما يتواجدون في الحلبة في الأماكن القانونية على مستوى العالم أو الاتحاد الدولي. يعني يجب أن يكون يعني هناك مدربين محليين ممكن يوصلوا لي لاعب، بس المدرب المحلي أحيانا لا يستطيع أن يمثلني بالخارج، ليس لهم مدربيني. المدرب يجب أن يطور نفسه من الناحية الفنية بالوصول إلى مستويات عليا بالشهادات التدريبية حتى يكون إلى حجة أنه هو يمتلك كل شيء ليس فقط ممرن. هناك يعني الاتحاد قد يكون على حق انه يجز مدرب يستطيع ان يقف على الحلبة في هذه جميل البطولة. جميل كلامك منطقة، بس انا حتى اختصر لك الموضوع دكتورة، لانه احنا اليوم موضوعنا نتكلم على دورة الالعاب الاسيوية المفروض تبدأ يوم 18 آب وتنتهي في 2 من ايلول، لكن اختصر لك الموضوع هذا بكلمة واحدة، هو الموضوع مسألة ارضاء لا اكثر ولا اقل، وانا مستند على وثائق بهذه المسألة، ارضاء مدرب يذهب للمعسكر ومدرب اخر حتى لا يزعل يروح للبطوله. عموما نطوي هذا الصفحه صفحه الملاكمه لهذه البطوله للبطوله اللي تقصدها للدوره. نعم. الى اليوم لم تقم اللجنه الاولمبيه اي معسكر لهذه الدوره، حتى لم 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 تسمى الاسماء النهائيه الى هذا اليوم. بكره عندنا اجتماع ان شاء الله وتسمى الاسماء النهائيه، فماكو اي معسكر لحد الان. بطوله في الارجنتين، نعم لديهم بطولة في الأرجنتين. لا شوف، أكو العفو، أكو منهاج اتحاد اللي هو خطته السنوية ينفذها، لا تتدخل اللجنة الأولمبية إلا من خلال لجنة الخبراء باعتماد هذه البطولة وأسباب المشاركة فيها، وإذا هم عندهم موافقة راح يشاركون من خلال لجنة الخبراء اللي مرت من خلال هالمنهاج موافقين على مشاركة هذه البطولة، راح يشاركون وبدون أي حساب، وهم يتحملون النتائج. ولكن في الدورة التي ستكون في التاريخ اللي قلته اللي هي الدورة الألعاب الآسيوية، راح يكون حساب من قبل يعني حاسبون لجنة الخبراء، اللجنة الأولمبية تحاسب لجنة الخبراء، لأن احنا قيمنا النتائج واحنا وضعنا هذه الأسماء على أساس نتائجهم في الاتحاد. يعني احنا مو أيضا فتحنا خيرة اكو نتائج بالاتحاد لهذا اللاعب تاريخه في الاتحاد وضع أن يكون في فريق اللي يمثل اللجنة الأولمبية في هذه البطولة. جميل. طيب ينضم لنا الآن الأستاذ زياد حسن رئيس الاتحاد المبارزة، حياك الله أستاذ. أستاذ زياد اتصال موجود شباب؟ أستاذ زياد إن كنت تسمعني مساء الخير عليك في برنامج خط الرياضة. ألو أنا أسمعك، أنت تسمعني أستاذ؟ أسمعك أستاذ، السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأيضا سلام دكتورة لحضرتك والأستاذ رحيم في برنامج خط الرياضة. موضوعنا اليوم نتكلم عن أمور قريبة جدا واستحقاقات قريبة، إضافة إلى الاستحقاقات الماضية اللي هي المبارزة والنتائج الإيجابية التي حققت ونتمنى أن تتحقق في البطولات القادمة. نتحدث عن أمور مادية، هل ترى بأن الدعم المادي هو كافي بالنسبة لكم للمشاركات الكثيرة الخارجية القادمة؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية يعني أوجه التحية إليك وضيوفك الكرام وشكرا على إتاحة الفرصة للمداخلة. بالنسبة للدعم يعني ما راح تقول دعم، يمكن شجون الرياضة كثيرة، لكن الدعم المادي هي أكبر مشكلة تمر بينا اليوم. نعم. المشكلة اللي
تمر بينا من خلال توفير التجهيزات، من خلال توفير البنى التحتيه، من خلال توفير المعسكرات والبطولات. طبعا شباب هاي مو صوره، عذرا استاذ زياد، هذه مو صوره زياد، هذه صوره لطارق الحلو اللي اعتذر عن يطلع ويانا. تفضل استاذ زياد. فقضيه الـ يعني قضيه الدعم المادي الفتره الاخيره الاولمبيه عانت كثير من مشاكل، وعانت كثير بسبب الدعم المادي. حاولت اللجنه الاولمبيه انه تعمل كثير من الامور في سبيل انه توصل منتخباتها بالاتحادات كافه الى شيء جيد. نعم. بالمقابل كانت لجنه الخبراء اللي الدكتوره نشرف بوجودها اليوم وياكم، كانت واحده من الناس المؤثرين بالتعامل ويانا بمناقشه مناهجنا، بمناقشه مشاركاتنا في البطولات، بمناقشه كل شيء. يعني هي انسانه غنيه عن التعريف، هي والاخوان اللي وياها بالاعضاء باللجنه. فكنا احنا نروح لهم في اجتماعات دوريه في سبيل مناقشه مشاركاتنا ومشاركاتنا ومعسكراتنا وتثنيه لاعبينا لمجمل الدورات اللي من ضمنها الدوره الاسيويه القادمه. نعم. بالمناسبه كنت انا باجتماعات الدوره الاسيويه، الاجتماع الاول اللي هو اجتماع البعثات، كنت انا والسيد سعد المشهد انا رئيس اتحاد القوس والسهم مثلنا العراق في اجتماع الدوره الاسيويه. نعم. وجلبنا الاوراق والدوكيمنت الخاص بالتسجيل وكل شيء يخص البطوله. ونقلنا هاي الصوره لجنه الخبراء اللي من ضمنهم الدكتوره ايمان، وبعد مناقشات كثيره ومستفيضه معاهم هم قرروا ان يجتمعون بالاتحادات على فراد، واخذت منهم وقت طويل. نعم. كان الاتحاد نعم يناقشوني ووضعوا النقاط على الحروف في نعم. لون علي كبير وغيره في سبيل انه نوصل لوفد او تسميه لاعبين يمثلون العراق بشكل جيد قبل ما يحققون النتائج. يعني تعرف المستوى اكيد هذا اللي نتمناه استاذ زياد، هذا اللي نتمناه بالتاكيد. طبعا شكرا لانضمامك وتواجدك معنا اليوم في خط الرياضه، ونتمنى القادم يكون افضل بالنسبه للمبارزه على الرغم من النتائج الايجابيه التي تقدمها في البطولات الخارجيه. استاذ رحيم حدثني بصوره عامه على بطوله الالعاب الاسيويه، وكم هي الفرق اللي ممكن ان تشارك من العراق؟ طبعا هناك اجتماع مرتقب للرئيس اللجنه الاولمبيه مع رؤساء الاتحادات التي سيتم الاعلان عن مشاركتها بعد التشاور، او كان هناك اجتماع لرئيس اللجنه الاولمبيه ولجنه الخبراء وتم وضع النقاط على الحروف، ولكن هذا لم يعلن لنا الان الا ان يتم لقاء مع رؤساء الاتحادات حصرا لمعرفه مدى جاهزيه رياضيهم لغرض المشاركه. لان تعرف اللجنه الاولمبيه وضعت ثقتها المطلقه بلجنه الخبراء، وحقيقه ستكون المساءله مع لجنه الخبراء. لا اخفيك سرا انه الدكتوره اعتقد اكدت ذلك، لان لجنه الخبراء عولت عليها اللجنه الاولمبيه في دورات الالعاب الاسيويه الشاطئيه ان كانت في تايلاند او في فيتنام، وكانت النتائج ايجابيه من خلال تشخيصهم للرياضيين. كذلك في دوره التضامن الاسلامي لجنه الخبراء كانت لها بصمه واضحه، والحمد لله والشكر استطاع العراق ان يحقق غلة متميزة من الأوسمة، وآخرها في دورة الألعاب الآسيوية للصالات في تركمانستان. هذه كلها كانت للجنة الخبراء بصمات واضحة. نأتي على المشاركة المرتقبة والمهمة. تعرف هذه الدورة تختلف عن باقي الدورات، تعرف دورة مهمة لا سيما إذا ما أخذنا بنظر الاعتبار. يعني تعرف دول آسيا أصبحت منافسة على أبطال أولمبيات وليس آسيوية، وبالتالي تكون الحصول يكون الحصول على وسام من هكذا دول أعتقد ربما أشبهه بالوسام الأولمبي. طيب هذه البطولة أضيفت بها رياضتين ما موجودة عندنا بالعراق، قد تكون هذه الرياضتين هي تضيف أوسمة للبلدان اللي ضمتها، اللي هي من ضمنها فيتنام، وهي لعبة قتال الجيوش، لعبة جديدة ستنضم في هذه الألعاب الآسيوية. العراق ما عنده هذه اللعبة دائما، قد تكون الأوسمة لهم حصيلتهم أكبر باعتبارهم هم أهل اللعبة، أوسمتهم راح تكون أكثر. نعم دائما الدول التي لها علاقات أو تقوم بتنظيم البطولات ربما تضع أزيد من فعالية في مثل هكذا بطولات لغرض زيادة غلة الأوسمة. تعرف بلد منظم وهذا يحتاج إلى أن يكون في الواجهة، وهذا ما معمول به في كل البطولات. وخير دليل انه كانت قبل يعني قبل اسبوعين دوره البطوله العربيه للمصارعه ببغداد، العراق استطاع ان يحتل المركز الاول بكثره المصارعين، وبالتالي هذا يعني نظام معمول به دكتور اعتقد بكل البطولات. اللجنه الاولمبيه حريصه ان تكون المشاركه
يعني نوعية وليست كمية. جميل. وأن تكون المشاركة أعتقد أنه كان هذا التحذير واضح للاتحادات الرياضية ليس الآن بل قبل بطولة ريو دي جانيرو عندما أعلن رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء المكتب التنفيذي بعد التشاور مع لجنة الخبراء أن تكون المشاركة من خلال التأهل الحصري انتهى زمن البطاقة المجانية لأنه لا يليق بسمعة سبق وأن رفضها. نعم نعم وفعلا رفضت في دورة الريو والعراق استطاع أن يتأهل صح. بالقدم بالجودة والملاكمة والتجديف يعني فإنجاز هذا يعتبر بحد ذاته إذا ما قرن وضع طيب. العراق بوضع الأرجاء المعمورة أجمع بالكلام على وضع العراق كان من المفروض أن تكون فيتنام هي البلد المستضيف لهذه البطولة لكن انتقلت إلى جاكرتا بعد أن اعتذرت فيتنام هل بالإمكان العراق أن ينظم بطولة آسيوية؟ لا يمكن هذا في الأحلام يعني ما أخفيك سر جواب سريع يعني ما ممكن يعني حدث العاقل يعني صعبة زميلي حدث العاقل بما لا يعقل فنصدق فلا عقل يعني حقيقة ذاك اليوم تركمانستان كنا دكتورة بدورة الصالات المغلقة يعني 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 مدينة يعني مهلة يعني ما نقدر من يانا ناحية يعني نحتاج لو إلى مادة نعم العراق غني يعني ولكن نحتاج إلى نحتاج إلى ثورة بالإعمار نحتاج إلى بنى تحتية مشكلة الكل تقول ماكو أمور مادية واللافتات اللي انصرفت على الانتخابات هي ميزانية بلد كامل هذه المشكلة اللي دائما نتحدث بها عموما حتى ندخل بالسياسة مثل ما قالوا ذيك الحلقة عهد تكلم بالسياسة هواي دكتورة كلام وتصريح للأستاذ رعد حمودي بأنه إحنا علينا أن ندعم الاتحادات في هذه البطولة ماديا وإداريا والأمور الفنية على المدرب هل هنالك شروط في حال اليوم الفريق اللي يقول أني أشارك وأجيب نتائج إيجابية هل إذا شارك ولم يأتي بنتائج إيجابية هل ستكون هنالك عقوبات أو من ضمن العقاب أساء الأدب أولا هي مو مسألة كيفية سيكون يعني هناك ضابطة لا لا هناك ضابطة يعني مثلا فريق كرة القدم نحن لنا تاريخ في في آسيا سيكون يعني مشارك يعني أثبت وجوده أنه قدم الأسماء اللي راح يشارك في هذه الدورة الاتحادات الأخرى اللجنة الأولمبية هي من مسؤول راح منو يشارك ومنو ما يشارك من يشارك ومن يشارك طبعاً أولاً هي مو كل الفعاليات هناك مجموعة من الفعاليات أكو مقترح يعني ببالك من هني الفعاليات طبعاً أنا أعرف منو راح يشارك لكن غير مخولة بكرة عندنا إن شاء الله اجتماع نهائي راح يعني باكر ممكن نطيق الكاميرا من يمك وتكلمه ويقول هي يعني أولاً هي خفضت أكو اتحادات هي اعتذرت هي اعتذرت طبعاً لأن مثل ما قال الزميل رحيم أنه البطولة بطولة على مستوى أولمبي يعني آسيا اليوم تخطف كثير من الميداليات على مستوى الأولمبيات فهناك فعاليات ممكن أن نشارك بها اللي إحنا عندنا تاريخ بها يعني ألعاب القوى راح نشارك التجديف راح نشارك هذه أساسيات يعني أكو فعاليات ممكن الأثقال راح نشارك يشارك. طيب يعني إيش قد العدد كم الأوزان بعد غير مقرر حتى نستثمر ما بقى عندنا من وقت تصريح آخر للأستاذ رعد حمودي يقول بي بأنه إذا ماكو دعم مادي من الحكومة ماكو نتائج إيجابية الدعم وصل للجنة الأولمبية من الحكومة والله كابتن رعد قال إذا أكو يعني أشخاص يستحقون المشاركة أقدر أجيب الدعم والدعم موجود يعني حلو. طبعا يعني كابتن رعد من راح يروح لأي مكان ويريد تخصيصات هو ما راح ماخذها إلا هو ماخذها إلى هذه البطولة بس هو ذاب الثقل أيضا على لجنة الخبراء يعني فرمتولي الفرق إلى أبعد حدود حتى من ناخذ إمكان يعني مبالغ مالية نقولهم يا بابا احنا جبنا هذه النتائج بها احنا مو ناخذ حتى نروح نزه نستنزه بمعسكر له بطولة اليوم الإنجاز مهم المادة اللي راح نجيبها يجب أن تكون لمصلحة العراق لمصلحة العراق أستاذ رحيم في الفترة السابقة هناك كان كلام كثير ولغط أن اللجنة الأولمبية قد حلت وهيئة مؤقتة تحل مكانها باستثناء رعد حمودي وفلاح حسن هذه الأمور كل تحدث بها حتى وسائل الإعلام إضافة إلى بعض رؤساء الاتحادات ذكروا بأن هذه الأمور قد يدعنا في حيرة من أمرنا من نعرف ممكننا سنشارك أم لا نشارك في البطولات كمكتب إعلامي ما هو ردكم على هذا المسألة طبعا اللجنة الأولمبية قائم عملها هناك يعني لجنة أولمبية وليست هيئة مؤقتة لا لا ما ممكن يعني هو بالنظام الأساسي
ماكو هيئة مؤقتة. ماكو هيئة مؤقتة. يعني نقطة راس سطر. انتهينا من هذا يعني هذه تنطوي هذه القضية. لكن ما أثير بأنه خلاص يبقى رعد حمودي وفلا حسن. لا لا. في اللجنة الأولمبية والباقي. لا يعني لا. بالعبارة مكتوبة في إحدى الصحف كش ملك. لا ما ممكن يعني كلام مو دقيق. السيد رعد حمودي حظى بمقبولية اللجنة الأولمبية الدولية على أن يكون هو ممثلها رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية في العاصمة بغداد. وبالتالي هذه يعني المشروعية التي أخذها من هناك طالبوا أيضا اللجنة الأولمبية الدولية أن يكون هناك تواصل مع الحكومة العراقية لغرض إقرار قانون للجنة الأولمبية والانتهاء من هذا الملف الشائك الذي دائما ما نقع فيه قبيل الانتخابات. يعني الآمال معلقة لا سيما أن هناك وعد من الحكومة العراقية أن يكون قانون اللجنة الأولمبية حاضر على جلسة مجلس النواب الجديد في أقرب فرصة لغرض الانتهاء من هذه القضية التي أخذت الكثير من جرف الرياضة العراقية لأن المتضرر الأول والأخير هو الرياضة وليس الشخص. دكتورة على أقرب جلسة نواب احنا بعد نحكمه وعم شكل هذا ما راح يأثر. شوف الرياضة ما تتوقف. ما تتوقف. أبدا ما تتوقف. اللجنة الأولمبية كهيكلية موجودة. الاتحادات عندها تواصل مع الاتحادات الدولية. جميل. والاتحادات الدولية تدز يعني دعوات مشاركة والاتحادات المحلية تشارك. والاتحادات المحلية أيضا أعطت يعني هيئاتها العامة بحيث تريد تقدم على أنه تقيم انتخابات لاتحاداتها. الظرف صار يعني غير مناسب بسبب الانتخابات البرلمانية اللي حدثت. إن شاء الله خلصت الانتخابات البرلمانية. أنا متأكدة بسرعة يصفون العراقيين زمام الأمور راح يعني إن شاء الله يعني أعتقد راح تصير لأن حتى إذا ما صارت تدري يعني الحكومة الحالية حتى إذا هي استمرت الحكومة السابقة تبقى تصرف أعمال لا لا عندنا يعني عندنا تعاملات مع دولة وليس مع شخوص يعني شخوص. يعني أكو أمانة عامة أكو يعني جميل. مكتب رئيس وزراء هذا حتى إذا تغير رئيس الوزراء المكتب موجود والإداريين موجودين ويجب أن يعني المعاملات تمشي تمام يجب أن تمشي الأمور يعني وإلا شلون يمشي التعليم الصحة هذه عندنا فترة امتحانات وانتخابات يعني تغير الوزير شلون ما نمتحن ما يجوز هذا هاي دولة كيفون فيها الصقلات إن شاء الله. بعض الاتحادات متخوف من مسألة عدم المشاركة بسبب ما مرت به اللجنة الأولمبية من تخبط. شنو الطمأنينة يتعدلها شنو الطمأنينة اللي تقدرين تقدميها للاتحادات؟ شوف الاتحادات هي مسؤولة عن نفسها يعني لا ذب الاتحاد لا يذب ثقل على الأولمبية. الأولمبية تتكون من الاتحادات. طيب. فيا اتحادات يعني اعملوا صح يعني امشوا بالطريق الصحيح. وأنا أعرف كثير من الاتحادات أصلا قدمت على أن تريد تقدم انتخابات لفترة ماضية قبل 6 أشهر ولكن القوانين لم تحسب على أي قانون سوف وكانت هناك مشاكل بين يعني شخص في اتحاد معين؟ لا بين أي القوانين سوف يتم هل هناك قانون سوف يكون يعني تأخرت يعني البرلمان في إقرار قانون اللجنة الأولمبية لو قاري كان ما سوينا على القديمات كان جبنا القانون القديم وقلنا لهم اشتغلوا على هذا القانون الجديد لكن دكتورتي عدم وجود الرجل المناسب في المكان المناسب أدى إلى أن تكون الأوراق داخل درج مجلس النواب اللي هو القانون قبل سنة ونص أعتقد أنت تعرفين وأنا أعرف الوسط الرياضي كان حاضر في مجلس النواب ولكن للأسف الشديد البعض يحاول أن يضع العراقيين أمام الرياضة العراقية ولكنها خط أحمر على جميع الشخوص من جميع السياسيين الرياضة العراقية للشعب العراقي للجماهير العراقية ولا يمكن لأحد لحزب لطائف لأي شخص كائن من يكون بالدولة أن يتدخل في أمر الرياضة العراقية والرياضة العراقية مستمرة إن شاء الله. وعلى الاتحادات أن تعمل بجد وإخلاص وجد لأن سمعة الرياضة العراقية أهم من كل المسميات وعليهم أن يعملوا
يعني بما يرضى رب العالمين ليكون البطل العراقي حاضر على منصة التتويج. اللجنة الأولمبية غير معنية بالرياضيين، الرياضيين من اختصاص الاتحادات. دكتورة اللجنة الأولمبية تقدم حتى الأسئلة الأخيرة. نعم نعم الرياضة العراقية الأولمبية، اللجنة الأولمبية هذا ما لا يعرفه. الأولمبية أيضا مسؤولة على المستوى العالي اللي هسه عندهم. نعم دكتورة العفو، اللجنة الأولمبية تقدم الدعم الإداري. نعم بنصف دقيقة حتى انت نصف دقيقه والدكتوره نصف دقيقه، عندك سؤال له هو هذا الكلام مالتك؟ لا هذا سؤال، هذا هو هذا اريد اجاوب عليه. انه الاتحادات الرياضيه هي من تعد اللاعب، هي من تصل اللاعب الى مرحله التسجيل، واللجنه الاولمبيه تذلل الامور، تقدم الامور اللوجستيه والاداريه وتقدم الدعم المالي، وهو واجب وليس من اللجنه الاولمبيه. اكيد عرفت علي. هذا ما نقوله للشارع الرياضي ان شاء الله يا رب. الدكتور عندك شيء تضيفيه؟ والله دقيقة لأن المخرج جاي أشر لي. إيه نعم، أنا يعني مع تواجد القوانين الحديثة التي تخدم الرياضة العراقية. قوانين حديثة. القوانين جديد. يعني أهمل الجميع على مدار يعني صار لنا 15 سنة من 2003 لحد الآن، لم تستطع أي جهة أن تسن قانون، لا اتحاد ولا أولمبية ولا نادي. ولا نادي. يعني ولا شكرا لك دكتورة. وشكرا لحضورك، سعيد جدا باللقاء مع حضرتك في حلقتنا الحاليه. شكرا شكرا لك استاذ رحيم. يعني شكر لك، بس احب اقول لك انه ان شاء الله عقب شهر رمضان ان شاء الله تكون انتخابات الاتحادات الرياضيه ان شاء الله. ان شاء الله التغيير يكون موجود وبوجوه الخبراء ووجود ذوي الاختصاص. يجب ان يكون هنالك تغيير ويجب ان يكون هنالك سن قانون جديد لمصلحه الجميع. عسى الله ان وفقنا واياكم بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج خط الرياضه، التقيكم بحلقه جديده، الى اللقاء.